السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف أريكم كيفية التمييز بين الذكور والأناث في صيصان الدجاج، ويتم التمييز بطريقة بسيطة جدا لا تخطر على البال، وهي عن طريق ريش الجناح. فإذا كان الريش يقع في صفين فهذا يدل على أن الطائر أنثى، أي سيصبح دجاجة مثل هذا صفين، تلاحظون هذا صفين، صف كبير وصف صغير بعده. في هذا الطائر الآخر لا يمكن تمييز، لذلك يمكن نقول صف واحد، وهو كذلك صف واحد، هذا سوف يصبح ديك للتأكد. أيضا ننظر للجناح الآخر، هذا ديك. إذا كان يقع الريش كله على استقامة واحدة فهو ديك، إذا كان يقع على استقامة يعني في خطين أو أكثر فهو دجاجة مثل هذا دجاجة، خطين، خط صغير وخط كبير. ننظر للجناح الآخر، ها خط صغير وخط كبير، هذا الخط صغير وهذا هنا الخط الكبير. الطريقة بسيطة جدا مع المدى والاستمرار، وسوف تصبح سهلة. في البداية قد تكون صعبة عليك، وأما في النهاية سوف تكون سهلة. يتم الفحص عندما يكون الطير في عمر يوم أو يوم ونصف، فإذا زاد في العمر لا يمكن أو يصبح التمييز صعب جدا، لأن الريش ينمو بعد ذلك، وخاصة ريش الديك هذا. وشكرا.